منذ قليل تم عقد قران احمد ابو هشيمه على الفنانه ياسمين صبري. خلاص يا جماعه، ياسمين صبري اتجوزت كده رسميا احمد ابو هشيمه. حلال عليكم يا جماعه الفرح، حلال عليكم رمضان، حلال عليكم المناسبات الحلوه، والف مبروك للعروسين. وكان عقد القران في اجواء عائليه كده على الضيق، بس عشان يعلنوا رسمي ان هما اتجوزوا. الف مبروك للعروسين، ونتمنى لهم ايام سعيده هنيه واحنا لا.